أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بکرے موتی 805 مشکلات کا حل نبوی نسخہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل میں یہ دعا فرماتے، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ترجمہ: اے اللہ، کچھ آسان نہیں مگر جسے آپ آسان بنا دیں، آپ غم کو جب چاہے آسان بنا دیں. ابن حبان جلد 3 صفحہ 974، ابن سنی 311، بسنت صحیح. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین. جزاک اللہ. اے اللہ، ہم سب کی روزی آسان فرما دے. آمین. اے اللہ، ہم سب کی روزی میں کشادگی عطا فرما. آمین. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مع المسلمين. آمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. آمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. آمين. اے رب، ہمارے دہانے کھول دے ہم پر صبر کے. اے رب، ہمارے دہانے کھول دے ہم پر صبر کے، اور ہم کو مار مسلمان. آمین. جزاک اللہ. 27/2/2015، بروز جمعہ. اللہ اکبر.